60 دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. تحياتي أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 36 للعام 2017. تنعقد يعني اللقاءات التي جرت في أستانا والنتائج التي ترتبت عليها في ظروف مفتوحة على تساؤلات كبيرة، على كمية من النقاشات حول مستقبل الوضع في سوريا، من القلق عند الكثيرين من مؤيدي محور المقاومة، هل نحن أمام خدعة جديدة، أمام لعبة جديدة، أمام إضاعة جديدة للوقت؟ البعض يذهب للتساؤل هل مرة أخرى نحن أمام حاجة لكي نتساءل ونفكر ما إذا كانت روسيا تمارس علينا نوعا من الضغط أو الوصاية من أجل حسابات لا نعلمها ولا تحقق مصلحة سوريا ومصلحة قوى المقاومة؟ بعض آخر بدأ يذهب إلى ما هو أبعد في الحديث عن خطر التقسيم، وأن الحديث عن المناطق الآمنة والمناطق التهدئة أو تخفيض التصعيد هو بداية لبلورة كانتونات في سوريا، وبالتالي هذا يعني مصدر قلق وخوف على وحدة سوريا، على مستقبلها، على خطر تقاسمها. وطبعا هنا يجري الحديث عن الجبهة الجنوبية وما يعد في الحديث عن الجبهة الجنوبية على الأقل في الإعلام، الوجود الأمريكي كاحتلال قائم على جزء من الأرض السورية له تطلعات للتوسع، الدور التركي، وحالة من الضياع وحالة من التساؤلات. لذلك النقاش الذي سأحاول أن أديره حول هذه العناوين سيتخذ طابع تأصيل منهجي للأفكار، لأنه ما فينا نوصل للناقش فكرة قبل ما نكون مثبتين قواعد للنقاش متفاهمين عليها. من هذه القواعد نبدأ من نقطة أولى. في هذه النقطة الأولى، هل نحن فعلا أمام حديث عن خلط التحالفات؟ يعني لما بنحكي عن تركيا وعدم الثقة بتركيا أنه عم نبشر بشيء جديد؟ أكيد لا. تركيا هي القاعدة التي ارتكزت عليها الحرب على سوريا. لو لم تكن تركيا هي الملاذ، هي نقطة الانطلاق، هي الجهة التي ترعى إجرائيا تنفيذيا سكانيا عسكريا عبر الحدود هذه الحرب، لما كانت هذه الحرب. كل ما للسعودية وكل المخابرات الإسرائيلية ما بيعملوا حرب في سوريا ما لم تكن هناك قاعدة جغرافية جاهزة لتقديم صفة نقطة الانطلاق. هذا فوق قدرة الأردن، فوق قدرة لبنان، غير وارد من العراق. لا لبنان بيحمل معركة حرب مفتوحة مع سوريا ويكون هو علنا فيه جهة تتولى مسؤولية العبور عبر الحدود وتأمين الذخائر بشكل علني وإدخال المقاتلين والمسلحين. عم بحكي حتى في الأيام الأولى اللي كان بعده الجيش السوري بوضعية القوي، سقطت مدينة الباب بيد الجماعات المسلحة والجيش السوري كان لا يزال موجودا على أجزاء أساسية من الحدود مع تركيا، وكانت تركيا مش سائلة. هذا لم يحدث لا عبر الحدود مع الأردن ولا عبر الحدود مع لبنان، ولا يمكن أن يحدث. وإذا بدأ يتبلور على الحدود الأردنية وضع مشابه بعد أن أصبحت تركيا جزء من المعركة، لأنه في تركيا بدأ، بالتالي المنطقي والطبيعي الدولة السورية المأخوذة بهذا الاستنزاف الكبير في مواجهة تركيا أن تتجرأ ساعة الأردن كمحمية أمريكية بدعم سعودي إسرائيلي على مجاراة الفعل التركي وفتح الجبهة الجنوبية أمام الجماعات المسلحة. لكن لو لم تكن تركيا، أنا أستطيع أن أقول لو لم تكن تركيا رأس الحربة في هذه الحرب لما كانت هذه الحرب. حتى القرار الأمريكي بإشعال سوريا يمكن ما كانت تخذ. الأمر أولا وأخيرا يتوقف على وجود حاضنة تملك القدرات والإمكانات قادرة على المخاطرة بالمواجهة، تشكل شريكا جغرافيا وديموغرافيا في تداخل على الأقل بالأكراد والعلويين بين المعادلتين السورية والتركية، في حدود تمتد لحد 1000 كيلومتر، في
قدرة عسكرية اقتصادية سكانية جغرافية تمثلها تركيا، هذه الاعتبارات لا يجوز أن تغيب عن بالنا لحظة. يعني ما حدا عم بناقش، ما حدا مفكر، ما حدا موهوم أن تركيا يمكن أن تصبح حليفا. حتى الروس ما عندهم هذا النقاش. الروس بيعرفوا تركيا لا تزال في أسوأ لحظات علاقتها بأمريكا، عضو بحلف الأطلسي. أصلا تركيا يعني تساوم تناور مع روسيا لتحسن وضعها عند الأمريكان، لتعلي سعرها عند الأمريكان، لتقول ترى أنا عندي خيارات أخرى، لكن معقلها مربطها الأخير مع الأمريكان. لا يمكن لتركيا أن تصير يوما حليفا لروسيا أو حليف لإيران وهي بظل حكم الإخوان المسلمين وبظل حكم جيش ومعادلات أمن ترتبط عضويا بالغرب كله وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى علاقات مع إسرائيل علنية عمرها منذ نشوء هذا الكيان المغتصب، تعاون عسكري وتعاون دبلوماسي وتعاون اقتصادي وسياحي، والآن يجري الحديث عن تعاون في مجالات النفط والغاز وعن شبكة أنابيب تنقل من ساحل المتوسط إلى المرافق التركية ومنها باتجاه أوروبا. وبالتالي خلينا ننطلق من نقطة أن مسألة موقع تركيا، وين تركيا؟ تركيا في جبهة الحرب على سوريا. هلأ سقط الهدف الرئيسي لجبهة الحرب، يعني مثل بيقولون فقط الدف وتفرقوا العشاء. شو هو الهدف الرئيسي؟ الهدف الرئيسي هو إسقاط سوريا في يد هذا الحلف، يعني تصير سوريا دولة موحدة لكنها تحت عباءة الخط السياسي الذي تمثله أمريكا وفرنسا وتركيا وإسرائيل والسعودية فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط. وطبعا بس نقول السعودية من عد دول الخليج كلها، قطر وإمارات وإلى آخره. وبالتالي هذا الانتصار في نقل سوريا ما بعتقد بعد حدا اليوم بيقدر يناقش بأنه في له أرضية، أنه في فرصة بعد اليوم لحرب تتمكن من السيطرة على سوريا ومن نقلها من محورها إلى محور آخر. هذا سلموا الكل بأنه أصبح استحالة. يعني الأمريكي عم يتصرف على أساس ماذا؟ على قاعدة أننا فشلنا بنقل سوريا، ما هو الحد الأدنى الذي يمكن تحقيقه؟ التركي كذلك، السعودي كذلك، الإسرائيلي كذلك، كي لا نسلم بانتصار سوريا. أما أن يراهنوا هم على فرصة جديدة لانتصار هذا المشروع، يعني الدخول إلى دمشق واسترداد حلب وإسقاط الساحل وإمساك دولة سورية بحكومة موحدة مركزية تابعة للأمريكيين تلبي التطلعات التركية والإسرائيلية والسعودية، ما بعتقد في عائل بين صفوفنا بيقدر يقلنا لا بدنا نناقش الفرضية. هذه فرضية لم تعد للنقاش. طيب لما هذه الفرضية لم تعد للنقاش وفرضية الاستسلام للهزيمة، أن يقولوا انهزمنا يا أخي، خدوا سوريا وصحتين على قلبكم وراح نضبك لكيشنا ونروح، ونقبل بأنه تركيا تطلع مكسورة، ونقبل بأنه إسرائيل تطلع مهددة أمنيا، ونقبل بأنه السعودية فقدت مكانتها العربية، ونقبل بأنه أمريكا أكلت كف على وجهها، أكيد لا ما رح يقولوا سلمنا، أكيد لا. وأنه النصرة وداعش لا تواخذونا، مثل ما جبناهم رح ناخذهم وعلينا الكلفة، هذا ما حدا حيعمله. وتعلن نتعاون لإعادة النازحين إلى سوريا بالتعاون مع الدولة السورية، ويخي حقكم علينا خربنا سوريا كلفة 200 مليار دولار رح نلم من جيوبنا كل واحد شو بحط لنجي نعمركم إياها. حدا متخيل هذا الحكي؟ وإنه ترامب يأخذ التليفون ويتلفن للرئيس الأسد يقول له أنا بعتذر وأنا جاهز أني إجي شخصيا أقدم لك الاعتذار. سيبقون يرفضون على الأقل يمسكون ورقة عدم الاعتراف بشرعية الرئاسة في سوريا ليفاوضوك عليها، يمسكون بورقة العقوبات ما بنفتح لك بالأسواق الدولية ليفاوضوك عليها، يمسكين بورقة العلاقات الدبلوماسية ليفاوضوك عليها، ليأخذوا أدوار. أما فكرة أنه بعدنا قدام حلف عنده مشروع موحد وآلية تنفيذية لهذا المشروع اسمها إسقاط سوريا والإمساك بسوريا وإسقاط رئاسة سوريا والسيطرة على الجغرافيا السورية وتشكيل حكومة تابعة تدير سوريا لحساب أطراف الحلف الأمريكي الإسرائيلي السعودي التركي، بعتقد هذا أمر خلاص انتهى. طيب إذا هذا الأمر انتهى، شو المشروعين اللي عم يتقاتلوا بسوريا؟ مشروع تمثله الدولة السورية، حدا عنده شك أنه الدولة السورية تريد أرضها موحدة، تريد استرداد جميع ترابها الوطني، تريد أن تعيد هيكلة هذه الدولة بصورة بين العسكري والسياسي، يعني بين وراثة المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة أو داعش والنصرة وضمها بالقوة، وبين المصالحات والتسويات اللي فيها ضم بالتراضي، وبين صيغة ما في نهاية المطاف فيها حكومة موحدة
على قاعدة الدستور السوري تمهيدا لدستور جديد في انتخابات ليكون في ضمان لوحدة سوريا وسيادتها ضمن صيغة تنهي هذه الأزمة بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة. لكن هذا مشروع، هذا مشروع الدولة السورية. هذا المشروع ما بدي ناقش هلا قديش الروس داعمينه وقديش إيران داعميته، وقد بدي يقول هذا مشروع الدولة السورية. مقابله في مشروع بيقول من كل الأطراف إنه أنا وين، أنا وين عند تركيا لها معنى مختلف عن أنا وين عند أمريكا. أنا وين عند تركيا معناها الأول لا مكان للأكراد بخصوصية في مستقبل سوريا. هذا عند الأمريكان العكس، كي أبقى موجودا في سوريا، كي يبقى لي دور في سوريا، يجب أن يبقى للأكراد خصوصية، لأنني عبر هذه الخصوصية أمسك بنوع من شرعية طرف سوري يغطيني، وعبر هذه الخصوصية أمسك بقوة أستطيع استخدامها في القتال. منطقي. السعودي والإسرائيلي ملتقيين على محل تاني، اسمه إذا الأمريكاني بده يروح على صيغة مال التسوية يا خيي ربي يحفظ الله مصالحنا. هلأ مصالحنا بتروح وبتجي. الإسرائيلي مصلحته محددة، هي ألا يكون هناك وجود لحزب الله في جنوب سوريا على الأقل، وصولا إلى دمشق إلى الزبداني إلى المناطق التي تشكل تهديدا لأمن إسرائيل، وعدم انتقال معادلة جنوب لبنان إلى جنوب سوريا. السعودي قضيته بالرئيس الأسد مش بشي تاني. الإسرائيلي مش قضيته الرئيس الأسد، قضيته أكيد إذا بيقدر يخلص، بس إذا مش قادر وإذا هذا أصبح أمر واقع، وإذا الأمريكي بده يروح لا يعترف بهذه الخلاصة، وإذا التركي بده يروح لا يعترف بهذه الخلاصة، الإسرائيلي ما بيخوض معركة وهمية مثل ما بالملف النووي الإيراني. لا، خالص الأمور، قال طيب اعطونا مصاري لنجيب سلاح. خالص الأمور والرئيس الأسد متفق أنه باق، وفرضت المعادلة بموازين القوة، إسرائيل بتصير تفاوض على أمن الجنوب السوري، أمنها كيف لا تنتقل معادلة جنوب لبنان إلى جنوب سوريا. ولذلك بتلاحظوا كل الحركة الإسرائيلية مبنية على هذا المعيار، رسائل عسكرية لتقول أنا موجودة، قصف غارات إلى آخره، ضغط على الروس، تحريك للأمريكان، مد اليد للسعودية للقول لإيران أنها قادرة على إنشاء موازين قوى جديدة. لكن بنهاية المطاف ما تريده إسرائيل بات تفاوضيا، لم يعد لدى إسرائيل الأمل بإسقاط الدولة في سوريا، تفكيك الجيش في سوريا، إسقاط الرئيس في سوريا. باتت إسرائيل مسلمة بأن سوريا الجديدة سوريا معادية، سوريا الجديدة هي سوريا برئاسة الرئيس الأسد، بجيش قوي قادر محترف مختبر لكل مخاطر الحرب وكل احتمالاتها وفرضياتها، حليف لحزب الله، حليف لإيران، لكن بعد لي هذا الشر عن الحدود ما أمكن. ما في سقف آخر عند إسرائيل الآن. السعودية لا تزال حردها من موقع حقدها، ما أدري تتأقلم مع الوقائع الجديدة، فبتراهم تحريض لترامب مع شوية مصاري وإغراءات بالاستثمارات، تحريض لإسرائيل مع إغراء باليمن العفو، والتعاون في إيجاد آلية استخبارية ضد إيران عبر المياه الخليجية والبر السعودي، تقدم هون وهون وهون أملا بأن تبقي هذه النار مشتعلة ولا تتم تسويات. بركة يخلق الله ما لا تعلمون، وتصبح هناك معادلة مرة أخرى للعودة إلى الرهان على إسقاط الرئيس في سوريا. اليوم ما في قدامه معطيات بتقول هذا الشيء ممكن، لذلك تعطيل التسوية هو القضية السعودية. أي تسوية يعني تبني المطلب الإسرائيلي عظيم بإخراج حزب الله من سوريا، تبني المطلبين التركي والأمريكي، يعني للتركي أنه ما لازم يكونوا الأكراد وللأمريكي يخلي يكونوا الأكراد، بركي بتضل الخبيصة شغالة وما حدا بيقدر يتفق مع حدا ولا تأتلف القوى على تسوية موحدة، هذا عظيم بالنسبة للسعودية. هل التقسيم واحد من البدائل عند مين؟ خلينا نتفق ماذا يعني التقسيم في سوريا. أولا ما حدا يحكيني أنه مناطق النفوذ العسكرية تصلح لتصير أساس لتقسيم. مناطق النفوذ العسكرية إذا لم تتطابق مع هوية في الديموغرافيا ومع أهمية في الجغرافيا ما بعمرها بتصير تقسيم. هذا لبنان بقي مقسوم 20 سنة ما صار تقسيم. بدها تنسجم مناطق النفوذ العسكري مع هوية في الديموغرافيا طائفيا مذهبيا عرقيا إثنيا، ومع مصلحة أهمية في الجغرافيا. ما فيك تجي تقلي اليوم انه بريف حمص اللي الشمالي اللي هلا خلينا ناخذ هاي المناطق اللي عم يحكوا عنها الروس انها هي مناطق التهدئه وتخفيض التصعيد، تعالوا قولوا لي كيف ريف حمص الشمالي
يعني تلبيسي والرستان انه هولي بصيروا كانتون. شو بصيروا هول؟ شو بياكلوا وشو بيشربوا وين وكيف وشو منافذهم وشو مصادر الطاقة وشو مصادر الطحين والقمح والمي والكهرباء؟ هو بعدهم عايشين على الكهرباء بتبعت لهم اياها الدولة السورية. هولي زمان بعت الطحين المدعوم لهم من الدولة السورية ما بياكلوا خبز. يعني في حدا عم يلعب بعقول الناس؟ انا سمعت جماعة المعارضة جنين وعم بيقولوا هذا خطر تقسيم لانه مش قادرين يقولوا هذا خطر حرب مع النصرة. لانه ما بدهم يعترفوا بالحقيقة اللي اكلوها. ما بدهم يعترفوا بانه هن هزموا في حما ولذلك جيء بهم ليوقعوا على سك الاستسلام. ما هم ليش راحوا على حرب حما والشام؟ ما هم كانوا ماضيين باستانا واحد. شو هو استانا واحد؟ هو استانا اربعة. اثنين وثلاثة استانا الانقلاب. أستانا اللي المعارضة انقلبت فيها باثنين ما قبلت تمشي وبثلاثة قاطعت أصلا. ليه؟ لأنه تفائلوا بمجيء ترامب وأنه ترامب عم بيعيط وبيصرخ وما رح يقبلوا بدي أعمل صنعوا له خان شيكون، عمل غارة الشعيرات، عملوا الإسرائيليين غارتين ثلاثة، فلتت النصرة والفصائل كلها معها في دمشق وفي ريف حما أملا بالدخول إلى قلب العاصمة السورية والإمساك بمدينة حما. لما فشلوا مثل فشلهم بحلب هذا يعادل هذا، فاضطروا انهم يرجعوا الى استانا واحد. شو استانا واحد؟ هو اللي هلا وقعوا عليه. انتم بدكم تنتبهوا انه في الحديث عن مناطق التهدئه شهر، هلا بالشهر الاول اللي اتفقوا انه هذا شهر ترسيم الخرائط وتحديد المعايير. شو هي؟ قلبها اساسها قتال النصره. إذا أنت بالمنطقة اللي عم تطلب إنها تكون منطقة تهدئة في نصرة ما بيشمل التهدئة وجود النصرة، وبالتالي يا أنت بتصفيها يا بده يضل القصف شغال عليها. وبس تقول بموجب القصف اللي عم بتم على النصرة سقطت التهدئة، أكلت أنت معها وسقطت التهدئة. ففي شهر اختبار مثلا بالغوطة، ضمينا الغوطة ما كانت مضمومة أصلا لمعلوماتكم بعد زيارة الجبير إلى موسكو حتى ضمت الغوطة وتعهده بأن يقوم جيش الإسلام بإنهاء النصرة، ولهذا السبب بدأت المعركة. والآن إذا لم يجري إنهاء النصرة في منطقة الغوطة، مناطق النصرة ستكون هدفا. بيقول جيش الإسلام وفيلق الرحمن ومدري مين حدا بيطلع ليقاتل مع النصرة بده يأكلها مع النصرة. بالجنوب نفس الأمر، بتل البيسا والرستن شمال حمص ريف حمص الشمالي نفس الأمر، بريف إدلب إجا أردوغان قال مدينة إدلب، قالوا للروس بدون النصرة بتضمها، مع النصرة ما بتنضم. بالتالي جوهر المعادلة هو هذا. طبعا هاي المعارضة اللي ما بدها تقبل بهذا لأنه كلاب عند النصرة، لأنهم أجيرون للنصرة، لأنهم لا يملكون أصلا حضورا ذاتيا إذا ما فرجوا عن النصرة. شو بيقولوا؟ لا 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 لا، نحن مش قبلانين لأنه هذا خطر تقسيم. أما أن يردد بعض جماعتنا المؤيدين للمقاومة وسوريا الحديث عن خطر التقسيم فهذه كارثة، لأنه معناتها أنه يعني درجة الضعف في فهم الذي يجري والضعف في الثقة بحجم الانتصارات التي تحققت. يا جماعة الخير، المفاوضات والسياسة تصنعها موازين القوة، تصنعها الميادين القتالية. تعالوا اعملوا خط بياني خلال عام وفرجوني وين ربحت هذه المجموعات المسلحة، إن كانت نصرة وإن كانت داعش وإن كانت فيلق الرحمن وإن كانت جيش الإسلام وإن كانت جيش العزة سمولي أحرار الشام، وين أخذوا موقع من الجيش السوري وقدروا يبقوا فيه؟ أعطوني بكل سوريا. أليست المعادلة في كل سوريا هي تدحرج انتصارات لصالح الجيش السوري؟ كيف ممكن تكون في تفاهمات سياسية ضد صالح الجيش السوري وتعلن الحكومة السورية قبولها المسبق؟ وأنا رح نكون أكثر من هيك. قبل أستانا معلوماتي الأكيدة أن اتفاق الدولة السورية مع روسيا كان قد تم على هذه المعادلة. وهلأ بنرجع بنقول ليش وشو هي الفكرة. إذن التقسيم في منطقة لها هوية إثنية عرقية، أنه والله سنة سوريا جرى تجميعهم في مكان ومعملهم دويلة، يعني الشام وحلب وحمص وحما ودير الزور وإدلب بإيد المعارضة وباقي الساحل، والله ساعتها بنقول أي في خطر تقسيم. والسويدة زبطت بالمشروع الإسرائيلي وقدر يختطفها ولها هوية مذهبية ولها أهمية جغرافية، منقول زبطت. في شيء من هذا القبيل شايفينه دلونا عليه. وين في صفاء ونقاء بهوية لها صلة حتى بالمناطق التي يقال أنها مناطق الأكراد؟ 70% عرب، كيف بتكون أكراد؟ هلأ في ضباب سياسي وعسكري واستعمال أمني تحت عنوان الحرب على داعش،
أما هذا بيستقر بيقدر 30% يحكموا 70، هي استحالة. وبالتالي ما في شيء اسمه منطقة كردية، في مجموعة مناطق فيها أكراد موضع احترام وتقدير ومحبة، وهو أبناء سوريا حقيقيون وأصيلون يكونون جزءا من معادلة سوريا القادمة. أما أنه في كانتون كردي وين؟ أما أنه في كانتون سني وين؟ أنه اللي بحلب شو هني إذا كانوا اللي بريف إدلب أو بالريف الشمالي لحمص سنة؟ شو هني اللي بحلب؟ شو هني اللي بالشام؟ شو هني اللي بحمص؟ شو هني اللي بحما؟ بعدين حدا بيجي بيحكيني التقسيم أنه في 4 مناطق نفوذ ومقابلهم في منطقة. شو هي المنطقة؟ أنه اللي معه الشام ومعه اللاذقية ومعه طرطوس ومعه حمص ومعه حما ومعه دير الزور ومعه الحسكة ومعه حلب، وبتقلي شو باقي من سوريا؟ هذا في تقسيم؟ هذا في أنه أنت معك هاي الخريطة، حطوا قدامكم خريطة سوريا، هاي 100% ناقص منها 25% هي البادية. هلأ رجع لها، لأنه ناقص 25% هي البادية. بالباقي في منطقة الرقة وبعض أطرافها مع داعش، في إدلب وبعض أطرافها مع النصرة، وخلي نحكي بما تبقى اللي هني هلأ مناطق التهدئة. مناطق التهدئة كلهم 10% من المساحة السورية كلهم، وعدد سكانهم لا يزيد عن 3% من سكان سوريا. هاي عم نحكي تقسيم؟ شو المزح هذا؟ ليش متصل ببعض أصلا مناطق العشرة؟ هول 10% اللي ما بيعملوا تقسيم، في اتصال جغرافي بيناتهم، يعني قادرين يربطوا ريف إدلب بريف حمص الشرقي الشمالي، قادرين يربطوه بالغوطة، قادرين يربطوه بالجنوب، كيف بيكون تقسيم؟ في مناطق تعطي الدولة السورية وحلفاؤها الفرصة لخروجها من الحرب. انت عم تقول بدنا نعمل حل سياسي وما نعمل وقف نار وبدنا نلتجئ الى المفاوضات، عم نقول لك عظيم. عم تقول يا خي بس اعملوا لنا تهدئة لحتى نقدر تتنفس الناس وناخذها على حل سياسي، عم نقول عظيم، عم بحكي الاتراك. هذا يستدعي من قبلنا الا يكون هناك تغطية على الارهاب ان كان داعش او النصرة، والمعيار من يقف مع داعش او مع النصرة يصبح مثلهما. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب مين بيجي بيشيل هالجماعات المسلحة اللي باقي بأربع مناطق كلها ما بتشكل 10% وكلها ما فيها سكان 3%؟ الأتراك. عظيم يا أتراك، كيف تاخدوا على عاتقكم؟ ناخد على عاتقنا خلال شهر نحن وياكم بنرسم الخرائط حيث لا وجود للنصرة بقلب المناطق نفسها، منعلم وين النصرة موجودة وين مسموح استهدافها، وبنجي بالمناطق اللي ما فيها نصرة منقول دخول التموين وتنقل الناس ودخول الناس وخروج الناس وإلى آخره، وهذا منبلش نعمل دورة حياة طبيعية مقابل هذه الفصائل نجحت بأن تفصل نفسها عن النصرة. هو ما بيصيروا لتنجح الفصائل بإنهاء النصرة في مناطقها. يعني يا بيجي جيش الإسلام بيقول يا أخي أنا ما خصني بباقي الغوطة، أنا ما خصني بعربين وغيرها، أنا خصني بدومة جوبا رقابون، يا أخي ما خصني، في نصرة هوريك هاي خلوها جزء من الحرب. دوما أنا أملك قرار 100% لا وجود للنصرة فيها، نعمل التهدئة بدوما. أوكي، ساعتها المعارك تستمر بالباقي. بريف حمص الشمالي بده يجي من الطرف الأساسي فيلق الرحمن أو غيره، المهم الأتراك بده يقولوا نصرة موجودة هون وهون، نحن بنعزلها وانتقصفوها أو ما أدري بنعزلها، إذا المنطقة كلها تخرج من التهدئة. هاي المعادلة. فبالتالي أنت هنا إذا تضع شهر اختبار 6 أشهر تنفيذ، إذا بالشهر الاختبار ثبتت بأي منطقة من هاي المناطق معادلة خروج النصرة الفصل عن النصرة، تطبق باقي البنود 6 شهور ومعها بتمشي المعادلة السياسية. عم تشيل 10% من الجغرافيا السورية من دائرة الحرب تنقلها إلى دائرة التفاوض على قاعدة تصفية النصرة. فشلت فبتكون بانتظار أن تحسمها. ليش؟ لأنه عندك معركة هلأ بدك تخوضها، هي معركة 25% من جغرافيا سوريا اللي هي البادية. شو البادية؟ البادية يعني هي المنطقة التي تفصل دمشق عن دير الزور مرورا بالسخنة، اللي حدودها نهر الفرات. من نهر الفرات اللي مجرى عليه الطبقة والرقة ودير الزور على الحدود، واللي منه نازل إلى الجنوب للحدود مع الأردن، شام، حمص. رسموا من طبقة حمص، خذوا خط هيك، طبقة حمص دمشق
للحدود الأردنية درعا، وروحوا للحدود السورية العراقية طلوع كلها الفرات. هاي المساحة تعادل 25% إلى 30% من مساحة سوريا، ما فيها حدا، لكن هي حالة من التسابق على من يسيطر عليها. هاي الدولة السورية قررت أن تحسمها لثلاث أسباب. السبب الأول له علاقة بكثرة الحديث عن جبهة جنوبية، أن الأردن تجمعت في مجموعات مسلحة ولها مهمة في مستقبل سوريا تحت عنوان قتال داعش، كله كذب. أنه في 3000 وفي 5000 قد ما كانوا، ما بيغيروا شيء بمعادلة سوريا. لكن من باب الدقة هون معمولين لمشروع يطلع من نقطة الحدود صوب الرمثة قرب الحدود السورية العراقية الأردنية على المثلث، اطلوع باتجاه انتنف معبر الحدودي لحتى يمسكوا الشقف السفلى من الحدود السورية العراقية، مقابل الأمريكان يمسكوا من التنف وطلوع للمالكية، بتصير الحدود السورية العراقية بيد الأمريكان بالكامل. هذا هو المشروع الأمريكي. البادية هي طريق الجيش السوري إلى الحدود. كيف بدك تروح من الشام على الحدود إذا ما أخذت البادية؟ كيف بتروح من حمص على الحدود إذا ما أخذت البادية؟ لذلك مهمة الجيش السوري كي يمسك الطرف السوري من الحدود ويمنع السيطرة على الحدود السورية العراقية أن يحسم البادية. هذا أول هدف. البادية إذن هي من أجل بلوغ خط الحدود، مقابله الحشد الشعبي يأتي من الضفة العراقية ليلاقيك. ليش الحدود هو بده يلاقيك وانت بدك تلاقيه؟ لأنه خط الحدود هو الذي يؤمن النفط والغاز والاقتصاد والدعم العسكري للجيش السوري والمقاومة من إيران، وهو الذي يؤمن هذا العمق الجغرافي حتى الصين الذي من أجله، من أجل منعه جاءت أمريكا لتسيطر على سوريا. وبالتالي الحرب التي خيضت للسيطرة على سوريا عند الأمريكي الآن بات ممكن أن تتحقق أهدافها بالسيطرة على خط الحدود. أنه إذا الأمريكي أمسك الحدود، فوت جماعته وميليشياته من الحدود من جهة الأردن إلى التنف، وهو نزل من المالكية إلى التنف وأخذ دير الزور وأخذ مع الأكراد هذه المناطق الأخرى وأنهى داعش، لوين بيدفع داعش؟ هذا الهدف الثالث لكن جايين له. إذن هون خط الحدود هو الذي يؤمن الفصل والوصل. اللي بياخد خط الحدود بيربح. إذا الأمريكي أخذ خط الحدود، أوكي إلك سوريا ربحتها، لكن ما في اتصال مع العراق، ما فيك تشكل ثنائية قوية في العالم العربي قادرة اقتصاديا، قادرة سياسيا، قادرة عسكريا. تتخيلوا شو معنى التكامل السوري العراقي وكيف أنه حتمي بعد أن تنتهي الحرب على الإرهاب في سوريا والعراق. رح ينشأ كيان فدرالي اتحادي تنسيقي مش مهم، لكنه قوة دفع عطلها وجود نظام سابق في العراق لم يكن يريد أن ينسق مع سوريا بأي شكل من الأشكال. الآن تنسيق سوري عراقي متآلف مع إيران رح ينشئ مناخ مختلف كليا في المنطقة. ثروات العراق الأرضية يعني النفط والقدرة التي يمثلها، ثروات الزراعية في سوريا، الطاقة البشرية السورية، القدرة العسكرية السورية، الوجود السوري على المتوسط، الوجود العراقي على الخليج، 25 مليون ب 25 مليون، 200 ألف ب 200 ألف، 500 ألف كيلومتر مربع مساحة البلدين، حدود مع تركيا، على حدود مع إيران، على حدود مع السعودية والأردن، على شيء يعني تغيير جوهري استراتيجي في كل المنطقة. كيان 50 مليون بعد شوي بصير قد فرنسا. بالتالي عم نحكي عن شيء له معنى كبير انه الامريكي يتدخل لمنعه ليبقي العراق. بس اخذ الحدود بقي العراق نفوذ امريكي او تنازع امريكي ايراني على العراق. اما اذا خسر الحدود فهو سيخسر العراق حكما. لذلك يجب ان نكسب الحدود، ولذلك معركتنا البادية وليست الغوطة ولا الريف الشمالي بحمص ولا ريف ادلب ولا الجنوب. تجميد ممتاز، فرضوهم لا حول ولا، إذا هني قادرين يقاتلوا لا سيقاتلون كما كنتم ترون وسترون. لكن عمول إذا في فرصة شعور بالهزيمة لدى هذه الأفريقاء وشعور بالفشل بعد حرب القابون وجوبر وفشله، وبعد حرب ريف حماة وفشله، وشعور تركي بأنه الرهان لم يعد ممكنا، أنه الأمريكي بده يلعب فيه بمسألة الكردي بده يفرجين، وأنا بروح بعمل مع الروس قلب طاولة. جايين للتركي، بس خلينا هلأ بهاي. فإذا
الدولة السورية تريد البادية، تريد الوصول إلى الحدود أولا، قلنا ليش؟ اثنين، الأمريكي ما بده يسحق داعش، صرنا حكينا 100 مرة، بده من الموصل يدفش داعش على البادية العراقية، الأنبار ونزول حتى الحدود السعودية الأردنية مع العراق، ومن الرقة بده يدفشوا على البادية السورية حتى الحدود السورية الأردنية جنوبا. إمساك البادية يقطع الطريق على هذه اللعبة، إمساك البادية يجبر الأمريكي على خوض القتال حتى الموت بوجه الرقة، بوجه الدواعش في الرقة، وساعتها شو بصير؟ مضطر يتعاون، مضطر يفتح طريق، بصير هذا موضوع تاني. لكن بالأصل الهدف من البادية بسوريا وبالعراق هو قطع الطريق على نزوح داعش باتجاه الجنوب وإغلاق كل المنافذ أمام داعش. الهدف الثالث أن البادية داعش والأمريكان والعصابات المسلحة المسماة جيش سوريا الجديد مرة وجيش سوريا الحر مرة، وهذا يستقتلون على البادية لأن فيها ثروات طبيعية، هذه فيها نفط وفيها غاز وفيها فوسفات وفيها وفيها وفيها، وبالتالي تحرير هذه الثروات التي تسهم في تدعيم الاقتصاد السوري هو جزء أساسي من معادلة ومسؤوليات الدولة السورية، لا تأمين الكهرباء ولا تأمين قدرة الحركة والمحروقات وسواها. وبالتالي لكل هذه الأهداف، معركة البادية وصولا للحدود، إذا تيسرت فرصة التهدئة في المواقع الأخرى هي الأولوية. الوصول لدير الزور اللي هو جزء من معركة البادية، شو يعني؟ يعني انقلبت المعادلة، صار دير الزور الحسكة المتصلين لها خلفية من دمشق وحمص، بالتالي حتى المعادلة مع الأكراد تتغير، وقدرة الأمريكا على السيطرة على إدارة هذه المعادلة تتغير. فإذا هذه هي الرؤية، هاي رؤية تقسيم ولا توحيد؟ تشبيك المناطق ولا فكفكتها؟ أنت وعم تعمل هذه المعركة عم ترجع تقول خلصتوا مع النصرة يا شباب، لنفوت على المفاوضات، افشلتوا وما بلشتوا ما قدرتوا، ما فينا نكمل بأستانة ولا بغير أستانة ولا بالمفاوضات السياسية، المعركة مع النصرة جاء استحقاقها، من يقف مع النصرة سيلقى نصيبها. ها هي المعادلة، هذا بيكون في تقسيم. فإذا المعادلة الآن، لسنا أمام هاي كذبة أردوغان بمناطق آمنة، أن الروس عم يلعبوا معه اللعبة، أنه طيب نحن سميناها مناطق تخفيض التصعيد، هذا الخطاب الروسي، أنت حاب تسميها مناطق آمنة لتنبسط وتضحك على ناسك وتقول له مناطق آمنة، يا خي مناطق آمنة جاهزين نعملها آمنة، لكن مش آمن بأنه هاي على الطريقة التي كان يتحدث بها أردوغان، أنه هاي مناطق ممنوع الدولة السورية تعمل يمرق طيرانها فوق أجوائها، لأن هذا سيواجهه صواريخ الباتريوت وسوف تقصف الطائرات وتترك المناطق هذه للجماعات المسلحة لتبني قوتها فيها. هذا مش وارد، مش وارد، مش وارد، مش وارد. هاي المناطق تمتنع الدولة السورية عن قصفها بالطيران وبغير الطيران أصلا، طالما أنها جزء من وقف إطلاق نار، ما بده هلا بده اختراع الموضوع، بيطلع في نصرة بنص هاي المنطقة بيطلع الطيران السوري وبيسلك وسلخ، وبكرة حتشوفوا لا حدا يلعب بعقلاتنا ويأكل براسنا حلاوي. الاتفاق هيك، حيث النصرة كله مباح، وحيث تنفصل الفصائل عن النصرة وتثبت أهليتها للشراكة في التهدئة، أهلا وسهلا. الدولة السورية هي التي تتبنى وقف المعركة معها، مش فقط طيران، ليش بده يطلع الطيران ليضربها؟ بيطلع طيران استطلاع راح يضل يطلع، شو المزح هذا؟ بالتالي هذا في الشق الذي يتصل بتفسير معاني هذه التهدئة ومناطق التهدئة. أما في الخلفيات، طيب لوين رايحين الأتراك وشو بدنا نعمل نحن والأتراك؟ في معادلات بدأت منذ بدء الحرب في سوريا، إن تركيا كانت هي دولة الأساسية بالحرب، بقلب فريق الحرب في تنافس، إذا رايحين على تسوية أو على تفاوض ما بهمه التركي يكون هو الطرف الذي يمثل حلفه في صناعة التسوية، مش السعودي مش المصري، يعني ما في تنافس تركي مصري سعودي حتى على زعامة السنة في العالم، من هي الدولة السنية الأولى؟ ما عم تحاول تركيا أن تكون هذا وأن السعودية تحاول ومصر تحاول؟ هذا واضح. تركيا بهذا المعنى ألا ترى بأن علاقتها التي سبقت الآخرين مع روسيا، وأنها بدورها الفاعل في العلاقة مع الجماعات المسلحة،
وأنها بحضورها الحدودي مع سوريا عندها أوراق قوة تسمح لها بأن تسبق السعودية ومصر؟ بل تحاول أن تستعملها بالتأكيد، تشجعها رغم العلاقة العدائية لإيران، تشجعها على الحفاظ على العلاقة مع إيران وشبكة المصالح الاقتصادية والحرص على عدم كسر الجرة حتى بذروة الخلاف والاشتباك. السعودية عندها علاقة مع إيران؟ لا. إيران بلاها بصير حل بسوريا؟ لا. مصر متجرأة تعمل علاقة مع إيران لما تزعل السعودية؟ لا. إذن واحد من العلاقة مع الروس والعلاقة مع الإيرانيين بصفتها من مكونات القيام بدور في العملية التفاوضية ورقة رابحة لدى تركيا. تأثير على الجماعات المسلحة ورقة رابحة ثانية. الوضع الحدودي ورقة رابحة ثالثة. بالمقابل تركيا عندها مشكلة اسمها الأكراد، تراهن بأن تستعمل هذه الأوراق لتكون جزء من العملية التفاوضية لتتبوأ الصف الأول بين حلفائها. الأمريكي بده من جهة حدا عم بفاوض وبده حدا عم بصعد. طيب عندك السعودي والإسرائيلي عم بصعد، أنا التركي تركني لو عم فاوض، وطالما أنت مزعلني في موضوع الأكراد رح زعلك بموضوع تاني. بالتالي تركيا بهذا المعنى تتموضع في مكان من ضمن حلفها بقلب هذا الحلف وبقلب تناقضاته لتحجز مقعد حلفها في صناعة التسوية. رجعوا تذكروا من بداية الأزمة بسوريا أول مرحلة بدأ فيها الحديث عن حل سياسي، ما كان حكي عن حل سياسي ولا هلا عن حل سياسي. دائما كلمة الحل السياسي هي كلمة صندوق، صندوق بترمي فيه الرصيد اللي بتجمعه بالمعارك، ما هو شيء تاني. شو هو جنيف؟ جنيف كان ياخذ لون ما يجري في الميدان. لما كان الامريكي عنده امل بان يسقط الدوله السوريه وان يسقط الرئيس السوري كان عنوان جنيف تشكيل هيئه حكم انتقالي، تنحي الرئيس وتسليم هيئه حكم انتقالي بقرار مجلس الامن. رجعوا تذكروا. وبالتالي لما تغير الميدان بدأ يتغير جنيف وطلع فيينا، ورا فيينا قرار مجلس الأمن 2254، وهلأ أستانا صار فصل عن النصرة هو العنوان مش إسقاط الرئيس هو العنوان. وبالتالي بالتوازي مع هذا بتبين الأحجام. بالبداية كان مبين جنيف، رجعوا تذكروا جنيف واحد في كلمة للافروف كان وكلمة للوزير المعلم ومقابله شو كان؟ كان مبين جنيف. الأمريكي بيحكي، فرنساوي بيحكي، بريطاني بيحكي، أمين عام الأمم المتحدة لا خلى ولا بقى بانكيمون فينا، السعودي يا لطيف مسح فينا الأرض سعود الفيصل، القطري ما عدنا هديناه، الأردني إلا ما بقي حدا إلا وبل إيده بسوريا. جنيف كان إطار عقابي لسوريا اسمه جنيف 2 بس هو أول جنيف، ثم كان تهميشا لروسيا. كانت روسيا شو؟ انه شريك من بين 10 بالكاد لها كلمة، وكان اقصاء لايران. رجعوا تذكروا اعطي الدعوة وسحبت منها الدعوة، وطلع الامين العام وقتها بانكيمون يقول انه طالما ما قبلت بيان جنيف واحد ما فينا ندعيها لانه هذا احد شروط الاجتماع، بينما كان الاصل انه هو اتفق مع الروس على دعوة ايران ووجه بطاقة الدعوة. يعني ما درست بالاول قبل ما تبعت بطاقة دعوة؟ بطلت لانه طلع فيتو سعودي امريكي بلغوك اياه. طيب ثم اندعت ايران، بس اندعت صارت روسيا انه مضطرين يراضوها اكثر، بس بعدها تحت المكانة الامريكية عليت اهميتها، عم بحكي 2014 زادت مكانتها، فتح الباب لايران هيك. ثم حدث الانقلاب، جاء الروس، تموضع الروس، عاصفة سوخوي، فيينا شو كان؟ ما حسينا بالبيت، ما حسينا بقطر وبالأردن ومدرمين، حسينا في روسيا وأمريكا وفي سعودية وإيران. حتى التركي بالكاد كان مبين، كان مختلف مع الروس ومسقط الطيارة أيام القيامة وهذا، فكان مهمش، كانت السعودية متقدمة عليه. ثم بعد حلب شو هي أستانا؟ هي تسليم برئاسة روسيا للبعد الدولي في الملف السوري، ما عادت أمريكا متريسة، صار أمريكا هامشي. امبارح باعت معاون وزير خارجية، يعني معترف مش باعت حي الله سفيره بكازاخستان
بيوحد بعد سفيره في كازاخستان لأنه مضروب على رأسه. هذا مسار روسي أستانا، وهذا المسار الروسي فيه منقي من عندك أنا تركيا تمثلكم، ومن الحلف الداعم للدولة السورية إيران. إيران كل الحمل الآن على إيران، السعودية وأمريكا وجماعات مسلحة. ليش؟ لأنه هي مؤشر من مؤشرات التحولات الكبرى في الشرق الأوسط، أنه بدل إطار جنيف بصيغته المعنوية بصورته الرمزية أمريكا تقود صف أول حدها، ببلش من فرنسا بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة سعودية قطر تركيا، ما بيخلصها ما بيدو روسيا وإيران برا، وإيران برا مزعوبة ممنوعة بعت لدعوة وشلح إياها. وبين أستانا روسيا تتزعم تعوا أمريكان لكم مقعد هون وعدوا فيه مثل الشاطرين، تركيا وإيران أنتما الضامنين والرعاة وأنا حكم بيناتكم. روسيا صارت حكم، معهم حق جماعات المسلحة يجنوا، معهم حق يجنوا إن روسيا اللي عم تقتلنا واللي عم تقاتلنا صارت هي هلا الحكم، وإنه تركيا وإيران فينا أخي تركيا معنا بس كمان يعني معنا إجر لقدام وإجر لورا، ما هني عم يتقاتلوا هني والأكراد، وإنتوا شايفين اللي مع تركيا بمعركة مع الأكراد، والباقي كله بيقول لك ترامب 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 وننتظر ترامب. طيب بين أردوغان وترامب إنتوا وين؟ رايحين بين السفائين. واقع الحال أن يرى هؤلاء الذين حلموا يوما بأن يمسكوا بسوريا بالرهان على مين؟ بالرهان على حلف أمريكي تركي سعودي إسرائيلي لقوا فارط، ولقوا جايبينهم على غرفة حل يتزعمها الروسي والضامن فيها إيران. بدو عقلهم يجمع، هن اللي لازم عقلهم يضوي ويطقوا في وزاتهم. أما فريقنا جماعتنا جمهورنا محبونا مؤيدو سوريا والمقاومة يجب أن يشعروا بأن الذي يجري هو علامة على موازين قوى، هو علامة على المنتصر المتقدم المتفوق، أنه هل أدي إيران ماكل المقلب وروسيا ماكل المقلب، أو إيران وروسيا متآمرين وسوريا ماكل المقلب ومش فهماني معناه. ولو طيب اللي بعد اللي بده يقول هيك بده يجي يفسر لي بهالست سنين مين اللي تبين أنه يملك ذكاء استراتيجي وأنه ما بيأكل مقالب بدليل أن الأمور دائما تحسن لصالحه. تحسن لصالح مين من ست سنين لليوم؟ مين اللي عم يربح ومين اللي عم يخسر؟ اللي عم يربح بيكون قليل الذكاء وهو قليل القدرة بالقياس لخصومه، شو عند أمريكا سلاح وشو عند السعودية مال وشو عند الأتراك وشو عند الفرنسيين وشو عند الإسرائيليين وشو عند تنظيم القاعدة بجناحيه داعش والنصرة. من ينتصر على هؤلاء جميعا شيئا فشيئا ويقلب موازين القوى وتصبح الانتصارات متدحرجة في خانته، وكل ما بياخدوا منه موقع بيردوا فوق منه شقفة، وكل موقع بينوا ياخدوا من حضنهم مثل المناطق الشرقية في حلب ينتزعوا انتزاعا. اللي بيكون بهذه القدرة على الإنجاز بيطلع لحدا يعطيه دروس بالذكاء أو بالانتباه أو يعلم عليه بأنه لا أنتم أنتم ضيعين البوصلة. على كل حال هذا كلام سمعناه قبل، نحن ما سمعناه قبل، ما سمعنا قبل مرارا. وين الروس باعونا؟ تذكروا الهدنة الماضية قبل سنة من الآن، ما صار حديث قلق وخوف وبرنا نحكي يا شباب روحوا اهدوا في حساب سياسي. روسيا لها مصلحة بأن تظهر أن إمكانية الحسم متوفرة، تعوي أمريكان على صيغة تفاهم لإسقاط وتصفية النصرة، لأنه بعدين بده يجي حتى لو ما تطبق هلأ بجولة تانية وتالتة ورابعة بده يوصل الروسي يقول للأمريكي، بده يقول للأمريكي أنا مضطر ما في مجال ما نعمل تفاهم، بقول له نحن عاملينه تعال نطبقه. التركي ما عمل معه اتفاقات وخدع وخان وباع وقلب، لكن بالآخر وين الكف كان؟ بحلب، بالمعطى الموضوعي بالحقيقة البينة الملموسة. نحن قدام معادلة تقول أنه الذين شككوا في مرات عديدة بعد لهم حق يشككوا هلأ، الذين قلقوا وخافوا اللي قالوا إيران خيوينا إيران، نحن اللي عم ننزف نحن اللي عم ندفع دم. إيران صار عنده مئات الشهداء في سوريا، حزب الله صار عنده مئات الشهداء في سوريا، روسيا حاطة كل قدرتها وترسانتها الحربية ومعنويات رئيسها ودولتها. ما عم بقول انه هون هن اللي عم يعملوا الانتصارات، لا، لا تزال الانتصارات هي انتصارات الدولة السورية والشعب السوري والجيش السوري، تضحياتهم وصمودهم وصبرهم، ولا بصير كل القوى الثانية قوى أجنبية إذا ما في عندها بيئة شعبية وعسكرية وطنية حاضنة مش بدها فيها تنتصر.
في قوة خارجية فيها تنتصر ببلد على أهله، لو لم يكن الشعب السوري والجيش السوري كمعبر عنه والرئيس السوري كقائد لمسيرته، لو لم يكن هذا المثلث ما بيقوم في إيمي لكل الباقي. بتصير روسيا بسوريا مثل أمريكا، وبتصير إيران مثل تركيا، وبصير حزب الله مثل النصرة، قوة جلب. قيمة قوة روسيا وإيران وحزب الله أنها تلاقي إرادة الشعب السوري ومشاعره وعواطفه وتطلعاته، فتصبح تعبيرا عن إرادة وطنية سورية، بينما يصبح الآخرون قوى احتلال. وهذا الفرق الجوهري اللي بيخلي القوى الوطنية تربح وقوى الاحتلال تخسر. وبالتالي لا، نحن لسنا أمام حالة تدعو للقلق على الإطلاق. دعوا القلق للآخرين، نحن أمام رؤية ثاقبة واضحة. في المرة الأولى الهدنة كانت لها وظيفة وهي استرداد تدمر، لذلك تم التغاضي، تم الصمت، تمت إدارة الظهر لما كان يجري ويحاك في ريف حلب. جابوا سلاح وجابوا مسلحين وجابوا ناس وجابوا معدات وبدهم يعملوا انقضاض، ومعروف كان هذا الشيء أكيد، وكلف سوريا وحلفائها دم وإمكانات ووقت، لكن كان الثمن أنه أخذ التدمر. بيقولوا لي بس رجعوا أخذوها. إيه أخذوها بعد حلب ما لا قيمة، قبل حلب كانت إلى قيمة. لذلك كان مهما أن تؤخذ تدمر ليؤمن طريق معركة حلب. تدمر هي كتف الحمص، هي كتف الطريق المؤدي. ما فيك تمزح بأمن دمشق حمص حما أنت ورايح على حرب بحلب. كان لازم تأخذ تدمر حتى تعمل حرب حلب. بعد ما أخذت حلب تدمر بتسترجع ساعة البدك، والدليل استرجعتها ساعة البدك. لذلك الهدنة الأولى كانت مهمتها تدمر، أخذت تدمر. الهدنة الثانية كانت مهمتها حلب، أخذت حلب. بالهدنة الأولى هم جمعوا بحلب ليعملوا لك انقضاض استباقي، ما نفعهم. عملوا يا سيدي بس ما نفعهم، عملوا حروب الكليات وأخذوا عدة مناطق، أخذوا خان طومان، أخذوا بعد ما أخذت الكاستيلو أخذوا الراموسي، صحيح كله صح، الكليات ضاحية الأسد، بس بالآخر بالآخر وين رست المعركة؟ حسمت حلب بالكامل لصالح الجيش السوري والحلفاء. وهلأ بالهدنة اللي بعدها رتبوا وضعهم، زبطوا وضعهم تحت عنوان أستانا بالقابون بجوبر بريف حما مش هيك، وهجموا مظبوط. بس شو كانت النتيجة؟ طحنوا، سحقوا. وزارة الدفاع السورية الروسية بتقول لك في 6100 قتيل في معارك القابون الأولى 1900 2100، بمعارك حما حتى القمحاني وما بعد قمحاني بحلفاية وصوران، وهذا في 2200 تانيين يجمعون بيطلعوا 6200. البنية التي تخسر 6200 قتيل يعني لم تعد من نخبتها من طلائعها المهاجمة. انت ما عم تقتل بالعمق، انت عم تقتل القشرة، القشرة التي تهجم التي تتقدم. بالتالي هذا المعنى يقول بهدنة تدمر، يعني الهدنة الأولى أخذنا تدمر، هيئوا في ريف حلب فما نفعهم، وكان الحسم في حلب. في هدنة أستانا هيئوا في ريف حما والقابون فما نفعهم، فكان الحسم واسترجاع المناطق التي دخلوها. الآن شو ممكن يعملوا؟ أسوأ شيء أنه بيجمعوا شوية سلاح وبيجمعوا شوية ماشي العين مفتوحة. النصرة هي أداة الفرز، حيث لا تخرج النصرة لا تدخل المواد التموينية نهائي. المعركة على البادية وصولا إلى خط الحدود العراقية السورية والفتح مع الحشد الشعبي والإمكانات البشرية والعسكرية والاقتصادية التي تتدفق عبر الحدود. أنتوا تعرفوا الحركة التجارية السورية الآن مستقبلها، يعني إنعاش الاقتصاد السوري وإنعاش معيشة الناس في سوريا هو بهذا الانفتاح على العراق وبهذا الإمساك بالبادية، تحسين التقنين بالكهرباء متوقف على موارد النفط وموارد الغاز. وبالتالي الدولة السورية عارفة بالضبط شو اللي عم تعملوه، حلفائها عارفين بالضبط شو اللي عم يعملوه، والحلف متماسك، ما حدا عم يضغط على حدا ولا حدا عنده مصلحة برانية عم ببيع لحدا، لا التركي معطى مكاسب من روسيا ولا الأمريكي مراضة أبدا. هذه خطة سورية روسية إيرانية مع المقاومة أقرت ثم عرضت على الآخرين. وبالتالي الجبهة الجنوبية وغير الجبهة الجنوبية
والحديث عن دخول قوات والحديث عن مؤامرات والحديث عن تقسيم، وهذا كله شيء لهم بالكم. نحن أمام وضع يقول بأن الكفة هي لصالح فريق المقاومة، لصالح سوريا، لصالح حلفاء سوريا، وأن الآخرين هم الذين يتراجعون، هم الذين يهزمون، هم الذين يوضعون في الزاوية، هم الذين يشعرون بالضغط، هم الذين يشعرون بالضيق، هم الذين يرتبكون، هم الذين يتناقضون فيما بينهم. نحن نذهب إلى حربنا المضمرة وهم يؤخذون إلى حربهم المدمرة. ها هي الحقيقة. هن بدني أقتلوا بعض، والجيش السوري والحلفاء سيذهبون لتوسيع الرقعة الجغرافية والعسكرية والاستراتيجية والاقتصادية. فهل في هذا ضرر؟ إلى اللقاء في الحلقة القادمة. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل.